ناقشت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الثلاثاء مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024-2025، وأوصت بزيادة اعتمادات الخطة الاستثمارية للأكاديمية، وذلك بحضور الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب. هذا واستعرضت الدكتورة رشا راغب المدير التنفيذي للأكاديمية خلال الاجتماع أبرز جهود الأكاديمية، وقالت إنها قامت بتدريب 9200 شابا من مختلف محافظات الجمهورية للتعرف على مشروع حياة كريمة، ذلك المشروع الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم. كما أعلنت راغب موافقة وزارة التخطيط على إطلاق مجموعة ثانية من برنامج المرأة تقود في المحافظات، والذي تنفذه الأكاديمية بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة، وأن المرحلة الأولى من البرنامج تضمنت تدريب السيدات في 27 محافظة، مؤكدة أن الهيئة قادرة على تمويل العديد من الدورات التدريبية تمويلا ذاتيا إلى جانب تمويل عدد من التكليفات التي تسند إليها، متابعة أنه يحتاج إلى أن نستثمر في أولادنا حتى لا يكونوا قنبلة تنفجر في وجوهنا إذا لم يكن لديهم علم ومعرفة وتدريب وتأهيل. من جانبهم أشاد أعضاء مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الذين حضروا اجتماع اللجنة، أشادوا بدور الأكاديمية الوطنية للتدريب في تدريب وتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم ومهاراتهم، ودورها في برامج تأهيل وتدريب الشباب والمرأة لتولي المواقع القيادية والتنفيذية، هذا فضلا عن دورها الكبير في الحوار الوطني والبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة. كما طلب نواب التنسيقية بدعم موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب وتعزيز وزيادة الخطة الاستثمارية للأكاديمية حتى تقوم بدورها ومهامها. وبناء على طلبات نواب التنسيقية وافقت لجنة الشباب والرياضة على توصياتهم، كما أوصت بزيادة الخطة الاستثمارية بمبلغ 80 مليون جنيه لتصبح 150 مليون جنيه، بالإضافة إلى زيادة التقديرات الجارية من 20 مليون جنيه إلى 150 مليون جنيه، وذلك حتى تساعد الأكاديمية في الانتهاء من إنشاء مركز الذكاء الاصطناعي، حيث إن الأكاديمية كهيئة اقتصادية استطاعت تنفيذ العديد من البرامج والمبادرات من مواردها الذاتية، كما أن دور الأكاديمية لم يقتصر على تدريب وتأهيل الشباب فقط، بل استطاعت ضخ كوادر وقيادات تنفيذية في جميع الوزارات وهيئات الدولة، مما يساهم في تحسين الأداء بتلك الجهات، ومنها تجربة نواب المحافظين وبعض القيادات التنفيذية. كما قررت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب الموافقة على مشروعي قانوني ربط الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بشأن الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024-2025 بعد تنفيذ التوصيات، حيث أوصت بزيادة اعتمادات وزارة التخطيط للخطة الاستثمارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بنحو 80 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلاً من 70 مليون جنيه، وذلك تنفيذاً لتكليف وتوجيه رئيس الجمهورية للأكاديمية بإنشاء مركز الذكاء الاصطناعي وتجهيزاته التقنية، وكذلك استكمال المباني الإنشائية بالأكاديمية. كما أوصت اللجنة بزيادة مساهمة الخزانة العامة لتمويل عجز النشاط للموازنة الجارية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب للعام المالي 2024-2025 بنحو 130 مليون جنيه لتصل إلى 150 مليون جنيه بدلا من 20 مليون جنيه، وذلك لتمويل عجز الأنشطة التي تكلف بها الأكاديمية خارج النشاط الأكاديمي، بالإضافة إلى تمويل وزارة المالية لتكلفة الإقامة والإعاشة والانتقالات الخاصة بالبرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة لصالح الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب وعدم تحميلها على موازنة وزارة الشباب والرياضة، فضلا عن تخصيص نسبة من موارد صندوق التمويل الأهلي لرعاية النشء والشباب والرياضة لتلبية وتنفيذ كافة التكليفات والبرامج الرئاسية التي تنفذ الأكاديمية بعضها دون عائد
مما ينتج عنه زيادة عجز النشاط وخسائر الأكاديمية، وذلك لزيادة المصروفات والتكاليف الخاصة بتنفيذ تلك الخدمات والبرامج دون أثر على إيراداتها. هذا وأكدت اللجنة على ضرورة توفير آلية دائمة لتغطية نفقات البرامج والمبادرات الرئاسية التي تسند إدارتها وتنظيمها للأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب، بحيث تخصص وزارة المالية مخصصات مالية منفصلة لهذا الغرض دون حسابها ضمن مساهمة الخزانة العامة للدولة. هذا بالإضافة إلى استثناء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب بإتاحة كامل مبلغ المساهمات المدرجة بقانون موازنتها في بداية العام وفقا لقانون الموازنة، وكذلك إلحاق القيادات التنفيذية بوزارتي المالية والتخطيط ببرنامج تعريفي بدور الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، وذلك بهدف تعرفهم على البرامج والأنشطة التدريبية التي تقوم بها الأكاديمية على أرض الواقع، ولتكون معيارا حقيقيا يتم على أساسه إدراج تقديرات مالية تتناسب مع تكاليف ومصروفات ما تنفذه الأكاديمية من برامج وأنشطة تدريبية وتكليفات رئاسية وأنشطة أخرى خارج النشاط الأكاديمي.